لحد اليوم والناس محتارة كيف عرف المصريين حركة النجوم والكواكب وضبطوا تعامد الشمس على معابدهم، وكيف قدروا الصينيين أنه يبنوا سورهم العظيم بأدوات بدائية، وغيرهم حضارات كتير قدروا يفاجئونا بمعجزاتهم العلمية اللي حققوها من آلاف سنين. وعلى الرغم من كل هيدا، معظم الحضارات القديمة اندثرت بسبب صراعات وتغيير المناخ وتأثيره على المحاصيل والجفاف والمجاعات اللي تلت. والنقطة الأساس أنه ما كانوا يقتنعوا أنه فعلاً ممكن كل شيء ينهد. هل نحن اليوم بوضع مشابه؟ وكيف اختفاء موارد أساسية ممكن ينهي البشرية؟ رغم التطور التقني والصناعات الأرضية والفضائية، عصر الإنترنت وأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة وإلى آخره، شفنا أنه كل شيء ممكن ينهز بحركة وبقرار. وأوروبا وأزمة الطاقة والعودة للبدائية هي أبرز مثال، مع أنه لا جيوش اجتاحتها ولا قنبلة ضربت أراضيها. خلينا نفكر سوا، ماذا لو كرت السبحة؟ ماذا لو عاش العالم بانقطاع نهائي لموارد هي عصب حياتنا اليومية؟ يا ترى كيف منعيش بلا كهرباء، الحاجز الوحيد اللي بيفصلنا عن البدائية، والإنترنت اللي مرتبطة فيها بشكل أساسي؟ عندها جهينة بحلقة جديدة. فكر معي، كيف تتأثر حياتنا ويومياتنا؟ كيف رح تشحن تليفونك؟ كيف رح تضوي بيتك؟ هل رح يكون عندك انترنت وتشتغل الأبس الأساسية لتواصلك مع العالم الخارجي؟ أو رح يتحول الآيفون اللي بتنطره الناس شهور لقطعة نحاس بائسة بلا عازي؟ كيف رح تحفظ أكلك؟ وأصلاً كيف رح تلاقي أكل نظيف مش مسمم؟ وقيس على الموضوع، المصانع ووسائل النقل، الجيوش والحكومات، بطاقة هويتك وهوية عائلتك. تخيل عالم كامل بظلام تام، هل بتحل الفوضى؟ ومنشوف بشر عم بياكلوا بعض وعايشين بشريعة غاب؟ رح تقولوا صورة درامية ومبالغ فيها، مع أنه عم نشوف أمثلة مصغرة، خد لبنان مثلا. للأسف السيناريو اللي عم نحكي عنه مطروح ومدروس، وحكومات أقوى البلاد بتنرعب من تحققه. 90% من السكان رح يموتوا لو الكهرباء انقطعت تماما. هيدا مش كلامي، هيدي كلمات الرئيس السابق للCIA، وشفنا تقارير للكونغرس بتقول أنه 9 من كل 10 أشخاص رح يموتوا بأول سنة من انقطاع الكهرباء. وهون بيجي السؤال، ليه أصلاً بدها تنقطع الكهرباء وتماماً؟ ممكن ظروف طبيعية مثل العواصف الشمسية اللي بتعطل كل شبكات الكهرباء وبتوقفها حتى البطاريات. وما تتخيل أنه هالشي مستحيل، آخر عاصفتين كبار ضربوا الأرض بال 1859 وال 1921 وكانوا قبل ظهور شبكات الكهرباء الحديثة. والسيناريو الثاني هجمات بال EMP، وهيدا اللي حذر منه الكونغرس، وأكد أنه دول مثل كوريا الشمالية بيمتلكوا هالجيل الجديد من الأسلحة اللي بتسبب دمار أقوى من عشرات الأسلحة النووية. أما السيناريو الثالث فهو انقطاع مصادر الطاقة اللي منا منولد كهرباء مثل الغاز الطبيعي أو الفحم. ورغم هالسيناريوهات الواضحة، أكيد في كتير منكم بعدهم عم بيفكروا أني عم بالغ وبيسألوا حالهم كيف يعني لما الكهرباء تنقطع الناس حتموت؟ سؤال وجيه، تعالوا نشوف كيف. بدون كهرباء يعني ما في اتصالات، وبالساعات الأولى من انقطاع الكهرباء رح تفضى بطاريات كل التليفونات والكمبيوترات، أبراج إرسال شبكات الموبايل رح تصير برات الخدمة، والتليفون الأرضي ما رح يكون له فايدة، إرسال التلفزيون والراديو رح ينقطع. طيب والإنترنت؟ الإنترنت باي باي، لأنه مثل ما بتعرف الإنترنت بيوصل لك من أسلاك ماشي بالبحر، تنقل بيانات من سيرفرات موزعة بجميع أنحاء العالم. فلما تنقطع الكهرباء عن مراكز البيانات، الإنترنت رح يصير أوبسوليت، عفى عليه الزمن، وبالتالي تليفونك رح يصير قطعة ديكور وشاشة إزاز. ما في إنترنت يعني ما في اتصالات، يعني ما في أخبار ولا معلومات. هل هيدا يعني عزلة تامة؟ منطقتك أو مدينتك رح تكون هي عالمك كله. بس هيك خلينا نجرب نشوف مجالات تانية. إذا أنت معك 100,000 أو 10,000 دولار بالبنك، رح تكون مثلك مثل اللي معه دولار واحد، لأنه ما رح تقدر تسحبهم من أصله ولا حتى تشوفهم، يعني بعد أسوأ من وضع اللي نصب عليهم بأكبر عملية احتيال بالعالم اللي عم نشوفها بلبنان. سيرفرات البنوك والبيانات اللي عليها للعملاء كلها بتشتغل بالكهرباء، يعني كلنا رح نرجع صفحة بيضاء، لا قلنا شي ولا علينا شي، واللي عليه ديون هو الوحيد اللي رح يكون مبسوط فينا. ومع انقطاع الاتصالات رح تنهار الحكومات والجيوش وأي منظومة هرمية قائمة على التواصل والتنسيق. بدون كهرباء ما في شبكة مواصلات، شبكات النقل بالعالم رح تتعطل، أنظمة الموانئ والمطارات رح تسقط، الجي بي اس بتوقف، إشارات المرور بتفصل، وبخلال لحظات بتصير آلاف الحوادث بكل مكان، وكأنه نحن بفيلم سينمائي توقع نهاية العالم. ملايين رح ينحبسوا تحت الأرض بالمترو، وبمرور الوقت الطرقات رح تفضى من السيارات، اللي بتمشي على البنزين ما رح تقدر تسحبه من مضخات المحطات، أما اللي على الكهرباء
فيتيمة. ونتيجة لكل هيدا شرايين التجارة وسلاسل إمداد ونقل البضائع حتتجمد تماما. وهيدا بيخدنا للنقطة التالية، بدون كهرباء يعني ما في أكل. فكر معي، الأكل الموجود بالبراد كيف رح يضاين؟ كيف بيتصنع وبيوصل للسوبر ماركت وبيضل سليم؟ لا طعام ولا مياه ولا اتصالات. هل يعني ذلك مجاعات وموجات عنف رح تضرب كل المجتمعات الحديثة ويصير البقاء للأقوى؟ والمشهد الأصعب هو بدون كهرباء، شو رح يصير للملايين بالمستشفيات؟ شو رح يصير لمرضى العناية المركزة؟ وشو هو مصير العمليات الجراحية؟ أنظمة الرعاية الصحية بكل دول العالم رح تنهار. هل في أكتر من هيك؟ بعد أيام من انقطاع الكهرباء، المحطات النووية بالعالم كله تنفجر، لأن المبردات اللازمة للسيطرة على عمليات الانشطار النووي حتتوقف، وتشيرنوبل رح تتكرر أكتر من مرة. هل هيدا السيناريو المخيف بعيد؟ كلنا بنتمنى هالشي، بس اللي بقدر أكد لك إيه إنه الكهرباء لما تنقطع لشوية وقت يمكن في فرصة نبعد شوي عن التكنولوجيا والموبايلات ونستعيد شوي من هدوء الحياة العادية. ويمكن البشرية وبعد ما تمر كل موجات الدمار تقدر مجموعة صغيرة من الناجين يبنوا حضارة جديدة واختراعات جديدة. يمكن يكون في اهتمام أفضل بموارد هالكوكب. هيدي حكاية اليوم بعند جهينة. ما تنسى اللايك والشير والسبسكرايب.